ماشي، هاخد الثلاثة. طيب اوكي، الطعمية دي 17 طب مفيش زي ام 10 دي تاني؟ ام 10 دي 10 و دي ب10؟ دي 10 دي كده 20. ودول نفس القصه برضه بصورك. هي دي ب 15 ولا ب 7؟ دي بس اخدت متأخر. ب20 بس بتتحط فين استخداماتها؟ انا والله لقيتها بالجزام. انت قلت لي بكام دي يا محمد؟ بكام دي؟ لا دي بدي ده ب40. بصوا طقم الخشاف ده ب40، حلو خالص ان هي خفيفه بس دي اللي تقيله. بصوا شكلها حلو قوي، ودي لوحديها ب20. بصوا حجم الاصغر شويه، وفي منها برضو الحجم ده التلاتة ب15. بصوا شطورة ميرسي. 3 ب15. والطقم ده بكام؟ وده ب30. هرجع اكلم نفسي دي. ده طقم 6 ب30، وده الله حلو قوي. 45 وده ب45. اكيد جبتي منه في جهازك، شكله مختلف جميل جدا. لا وراكز كده يعني، حلو جدا. وده برضو مميز، حلو شويه بس حسيته ده مختلف اول مره اشوفه، لكن دي عادي. ايه ده؟ وده طقم كده شاي حلو خالص، بكام ده؟ بصوا بصوا المنظر تحفه. طقم الروقان ده بكام قلتي؟ 50. بصوا 6 بأطباقهم. تحفه عاجبني قوي ده. ده بكام ده؟ بصوا تحفه ب20، بس بجد والله العظيم تحفه. يعني الواحد دي يلحق بقى يجيب له شويه حاجات حلوه كده، وخفيف وصغنطوط كده جميل، ينفع تسالي وينفع كمان تحط فيه كاستر والحاجات دي. وده كمان نفس الكلام صح؟ بس ده ب15. حلو علي. احنا كده صورنا ده وده، ده طقم تلاجة ده صح؟ 4 مع بعض ب15. طب والله حلوين قوي. بصوا 4 مع بعض ب15. انا لو فتحت مش بس كده، مش هنفتحه طبعا. بس دول بقى اسعار البتاع ده ايه؟ محمد كان بيقول في حاجه ب10 اللي ب10 خلت، في اللي ب25 و17، في اللي ب25 وفي اللي ب17.5. بس على فكره اللي ب10 هو كان احلى حاجه فيهم اصلا والله. انا صورته لكم طبعا، اللي هو شبه كده مش ده كان ب10؟
ده ل 17 ونص. بص 17 شبهه كده بس الورده بتاعته اشيك شويه، بس نفس العلبه يعني. العلبه دي شكلها اشيك من العلب المدوره دي. بلاش نحطها، بلاش نحطها، اسمع الكلام. ده بقى جبت منه انا، ده الواحد بخمسة، حلو خالص ده. وفي منه المقاس ده برضو الواحد بخمسة، وفي منه الشكل ده بس ما حبيتهوش. ودي البولات اللي بيستخدموها البنات في التقديم والخلط والكلام ده، بكم ده؟ بعشرة. والصغير منه بخمسة، ده الصغنن بخمسة، يعني ده مثلا نجيب منه الاربعة بعشرين، حلوين خالص. والخمسة بخمسة وعشرين. ودي بيعملوا فيه ايه؟ بصوا الجمال، بصوا الجمال، تحفة. بيعملوا فيه ايه ده؟ اي حاجة، اي حاجة زي ايه؟ مش غويط عشان يحطوا فيه حاجة، يدوبك قشر اللب او تحطوا فيه لب تقعدوا في البلكونة. حلو خالص كده. ده بقى كده لوحدين غير طقم كامل، يعني اطباق كده لوحديها. بتاخدي ستة، بتاخدي اتنين، بتاخدي تلاتة، اي حاجة. الواحد باربعة، باربعة اتنين، الواحد بخمستاشر. اقسم بالله. الواحد بخمستاشر. انا كأني جيت من كام يوم كنت بتقولي في طبق باربعة، هو فين ده؟ بكام؟ بخمستاشر برضو، بس شكل تاني. وده طبعا احلاهم. بصوا سيبكم انتوا ان الحاجة عليها تراب، بس ده تحفة، حلو المدور ده برضو. بخمستاشر ولا بعشرين؟ ده بعشرين. وشوفوا بقى ده تحفة لما تحطي فيها السندوتشات وتقعدي كده تظبطي الفطار على الصبح، فظيع. بكام ده؟ بعشرين. اه ده نفكر فيه، معلش. هو ده اللي باربعة، ده بعشرة، ده بعشرة. انا مصممة، كانت في حاجة باربعة ومحمد قال لي عليها باربعة، بس انا مش فاكرة هي كانت ايه، بس انا بصور لكم في محل جنبي. بس الرسومات اللي انا بحبهاش، اكيد البولة دي بعشرين او بخمسة وعشرين، 25. ودي برضو زي اللي انا فرقتها لكم لوحديها بره، 25 او بـ20، صح؟ بس المجات بقى عشاق النسكافيه. تعالى نتفرج على اشكالها كلها. ده كده شكل، ده كده شكل. الاخضر ده بكام؟ 25. وده 25. كل حاجه بـ25. بصوا ده تحفه، شبه الاخضر بس احمر. بصوا بصوا ده كمان، ده شبه الاخضر كده، دي كلها احمر. ودي برضو نفس الكلام، مفيش جديد. بصوا السكرية دي مش حلوة، بس البومبنيرة دي بكام؟ البومبنيرة القطيفة دي، وهي صيني من جوه، صيني من جوه، هي صيني من جوه متغلفه ب ومتغلفه بقطيفه. بصوا اللون ده طبعا مش حلو يعني، بس اللون ده لحد ما جميل، حلو قوي. هما مشوا على طريقه الركنات المنجده. بصوا بس التفاصيل بتاعتها حلوه قوي، 45 جنيه. بصوا تعالوا نزق وكمان بصوا منجده كمان من جوه، مش عايزين نفتحها عشان ممكن تتكسر مننا، عشان انا ماشيه بايد واحده. دي حاجات استلس، بعدين نبقى نتكلم فيها. بصوا بصوا ده كمان بكام ده يا قمر؟ ب17 ونص. والماسك، كل الوان الماسك. بصوا شكله، تعالي كده نطلع لكم واحد. بصوا بكام ده؟ هو تعالى في جنب كده ونسيني، تقعدي هناك تعملي ايه؟ انت جبتي من البتاع اللي وراكي دي؟ انا المنجده دي. هو انا كل ما اسالك. بصوا دي انت قلتي الواحده ب10 صح؟ وده ب17 ونص قلنا. ودي المجموعة بتاعتها كلها كاملة اهي. ودي بس اللون ده، بس الالوان دي مختلفة شوية شوية مش كتير. بكام دي؟
15. ودي نفس ال ودي. انت ما عندكيش الحاجات التركي ليه؟ ليه الحاجات المصري يعني؟ هو ايه هو ده ايه؟ بتاع كحك. اه شفتوا البنات اللي بتجهز الكحك بقى والبنات النشيطه طبعا مش احنا. بصوا الحاجات دي في منها الالوان دي كلها. بكام دي؟ 20. حلوه دي. حلو. بصوا احنا ايه، بصوا اتفرجوا واحنا بنلم في نفس الوقت كده. بص كده دي خمس شاشر. بصوا انا على طول بجوزها بخمسة جنيه. والمعلق دي 20. لا لا ما طلعتيش في ال... دي التقيلة. انت ما طلعتيش على فكرة في البتاع. ودي بـ20 برضه. دي بصوا الصغير ده بـ20 وده بـ20 والكبير 25. دي بخمسة. 5 جنيه؟ اقسم بالله انا ما عجبتنيش ايدها بصراحة يعني، بس بـ5 جنيه. لا حلوة جدا. والحاجات بقى بتاعت السلطة، بصوا بصوا حاجات السلطة. اوعي تقولي لي دي بـ5. دي بـ12. اه بصي ما تجيش خالص يعني. شفتوا الجمال؟ شفتوا الجمال؟ تحفة. انا ما بحبش اللون البيج يعني، بس بصراحة جميلة. لا لا استنى اجيب لكم لون حلو. فلوس ضاعت مني. بصوا بصوا الاحمر تحفة تحفة تحفة. نشوف المقصات ولا نشوف البتاع ده الاول؟ ده اللي بيفرد البيتزا. بكام ده؟ 20. وده 11. دي بتعمل ايه؟ بصوا شكلها تحفة والوانها جميلة. انت قلتي بكام دي؟ 10. بصي الوانها تحفة. وده ايه ده؟ مش مهم. الفرش دي التلاتة بكام؟ 3 بـ5؟ دي جميلة. دي الفرش دي اللي انت بتعملي فيها البوتاجاز، بتعملي فيها كذا حاجة. جميلة جدا. دي هاخدها وانا ماشية. وايه كمان؟ في حاجات كده ما تفوتيهاش. ودي عندي زيها دي. بكام دي؟ 15. ودي كمان عندي زيها. بكام دي؟ 17.5. رخصت يعني جنيه، نص جنيه. كنت جايباها بـ18 او بـ20 مش فاكرة. بصوا الالوان بتاعتها. بس دي بقى جميلة جدا، دي احسن من اللي ايدها خشب، عشان دي بتعيش معاكي وفعلا جميلة. والنوع اللي انا جبته كمان حلو قوي 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 يعني. والماسك ده تحفة، عندي زيه في البيت. حلو خالص. بكام ده؟ 12.5. ودول معلقة المعيار. اه والمعيار ده كمان عندي زيه. بكام؟ 10. انا فاكرة ان انا جبته اغلى من كده بس مش فاكرة. اعتقد جبته 15 بس كان اول ما طلع يعني. ده بكام؟ دي الشياطة. دي ايه دي؟ دي معدن ولا ايه؟ جبال. بصوا شكلها فعلا حاجة كده حلوة حلوة خالص. بكام؟ 10. حلوة سعرها بس مش هنجيبها. حلوة دي. دي حلو بس اللي بيحبوا الملوخية بقى. ملناش في الملوخية. كل الحاجات دي بقى، دي كل الحاجات دي حلوة جدا بقى للناس اللي بيخللوا وبيعملوا تفريزات رمضان والكلام ده كله. بكام البرطمان؟ 10 و15. اكيد الكبير بـ10 والصغير بـ15. وعكس انت بقى. بصوا كاسات العروسه، شفتوا؟ بصوا بصوا الشفشق بتاعها. بصوا وسيمبل كده وجميل. بصوا الطقم ده بكام؟ جميل جدا. بصوا 7.5 زي كده.
بصوا ده كمان حلو قوي. في اللي هي بقى كلها دي بصوا شكل جديد، بس الالوان في يعني الالوان دي من زمان، بس الشكل يعني جديد، بس ده بقى اللي جديد جديد يعني حلو قوي. ده بصراحه شكله شيك، وده كمان شكله حلو. بصوا شكله تحفه، بصوا حلو قوي. طقم التوابل ده شكله شيك قوي، بصوا شكله حلو خالص، وده كمان حلو قوي. بكام ده يا كوكو؟ راح فين؟ بصوا دي كل دي تحف اللي فوق دي، ممكن تكون بومبنيرة بس بشكل تاني. بصوا بصوا اطقم التوابل اللي فوق دي، ده طقم التوابل العادي. استنى كده، حلو ده. ده مش عارفه ب55 ولا ب60، بس بصوا تحفه اللي هو ده. كنت اتمنى بقى انه كله يكون لون واحد من فوق، كان هيبقى حلو خالص، يبقى شكله حلو جدا جدا على ال، كان نفسي يكون كله بينك او كله اكوا، كان هيبقى جميل قوي. بصوا شكله، اشيله بقى مكانه الصواني ده، حلو قوي. الابيض اللي هناك ده بس مش باين حلو، بس كده يعني. انا صورت لكم دي، بصوا دي، بصوا بقى الطقم ده حلو قوي. ده طقم بتحطيه في النيش، بصوا دي طلعت شايله كحك، مش طقم الجاتو اللي انا كنت بقول لكم عليه، بس حلو جدا. دي ب200، شايله الكحك دي ب200. بصوا شكلها، عملها التقاط صوره وحطها صوره مصوره. حلوه جدا، بصوا شكلها اهي. مش هنفتح بقى، ماشي. ودي كده اطقم شفشق دوت، عندي زيه في البيت. الاحسن نجيب الصغير ده احسن يعني. طقم الصواني المتحرك ده بكام؟ حلو خالص ده، انا هاخد واحط هيبقى على طب كلام. لا هي علبة تسالي، وكمان حامل للمحمول، بنهزر، حامل للموبايل. حلو قوي. بكام دي؟ 45. شوف كام نفر احنا كده حاطينها في الحامل اهو. بصوا اهو، بصوا شكلها. انا كده حاطين البتاع في الحامل وبنصور بيها. والله بجد حلو قوي. بصوا بصوا، قولوا لي بقى لو عجبتكم. انا طبعا بقول السلام عليكم في الاول، بس دلوقتي هقول لكم السلام عليكم، عشان انا مش همنتج الفيديو، هنزله زي ما هو. اول ما بقيت كويسه وخفيت يعني وكده، فقلت انزل اعمل لكم جوله في المحل اللي جنبي.